توفيقه ينطلق شوط الختام ختام مسك بيد الله تعالى. وكذلك اهني لمالك فتوى بطيب سعيد بن حمد الزعبي على حصول فتوى على اول المراكز وانتزاعها للسياره في الشوط الذي قضى قبل قليل. هذه مسيره وانطلاقه شوطنا الخامس عشر بتعداد اشواط هذه الفتره المسائيه. وهذا الشوط غررت له جائزه نيسان بترول ستيشن او نيسان بترول بيك اب، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة، عفوا نيسان بترول بيك اب هي الجائزة المخصصة لمن بأول المراكز. نسير مع الأسماء المتقدمة لأيضا نسجل معكم أسماء الخمسة المنطلقة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط وبانطلاقة الأسماء المنطلقة. أول المراكز أرى تقدم المركز الأول والصدارة من قبل من تحمل الرقم 44 من تتواجد على أول المراكز، خيال على المركز الأول حميد بن علي بن محمد النعيم يقدم لنا خيال من تنطلق بقيادة الأسماء. المركز الثاني التواجد والتقدم من قبل اليمامة محمد بن نكد بن راشد الهاشمي ينطلق شعاره، وهنالك أيضا التسلل مع المركز الثاني. بهذه اللحظات من انطلقت على ثاني المراكز بهذا الزي الجميل وبهذا التواصل المميز، وضوح لجابر بن حمد بن علي العذبي ينطلق شعاره مع المركز الثاني. ثالث المراكز شعار البطين بدأ ينطلق وأيضا يفرغ الصفوف ويتواصل مع أول المراكز، الجازي لسالم بن عبد الله بن علي الفيدة المري ينطلق شعاره مع القيادة. أتابع النداء مع المركز الرابع لأرى شعار بن دري على رابع المراكز. بهذه اللحظات أبعاد على رابع المراكز راشد بن محمد بن مهير المنصوري، وخامس المراكز يا الجمري أرى تقدم ووصول من قبل المملكة محمد بن راشد العويسي على خامس المراكز. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدم. بعد ذلك أتحول مع الصدارة لأرى مقدمة هذا الشوط، لأرى أيضا القيادة السليمة لمجريات هذه الانطلاقة. الجازي على أول المراكز، تعود الملكية لسالم بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري مع أول المراكز، يقدم لنا هذا الشعار المميز وأيضا يقدم لنا هذا الشعار الذي رافق ماركة العمال والعمالة بمنافسة مستمرة في هذا الموسم والمواسم الماضية بانتزاع السيارات والمراكز المتقدمة. إذا على أول المراكز كما أسلفت الجازي لسالم بن عبد الله بن علي الفهيدة المري، ثاني التحديات وثاني الانطلاقات شعار الأذبي على المركز الثاني. بهذه اللحظات انطلاقة مميزة من قبل وضوح لجابر بن حمد بن علي بن حمد العذبي من يقدم لنا وضوح وشعاره الواضح المميز بهذه الانطلاقة. المركز الثالث أرى وأتابع ثالث المراكز مملكة محمد بن راشد بن علي العويسي. المركز الرابع أتابع تقدم وخاجر صالح بن شيبة بن صالح المزروعي، والمركز الخامس الوصول والقدوم من هداشة سلطان بن لافي بن حبيب الشمري أبناء حايد قادمين بهذه الانطلاقة. يستلم على المركز الخامس لأول نداء يصل شعار الشمري مع هذه اللحظات. نداءنا الثاني للخمسة الأسماء المتقدمة لهذه الأسماء الكبيرة المشاركة والمتواجدة، وما خلف الخمس أرى أيضا أسماء متواجدة منطلقة نتابعها على الكادر الأسفل. شكرا يا علي بوشاري من يلتقط لنا هذه الصورة الجميلة واللقطات المميزة من مجريات هذه الأشواط المستمرة بمنافسة شيقة وجميلة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة ليرى الجازي، الجازي تتواجد مع أول المراكز مع المقدمة ومع الصدارة. سالم بن عبد الله بن علي الفهيدة المري مع المركز الأول يقدم لنا الجازي مع انطلاقة أول المراكز ومع القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط.
مع انطلاقة أول المراكز. وإذا فازت الجازي يا خليل نبغى نبيات مميزة، نبغاك تتغنى مع أيضا انطلاقة الجازي من تغود مجريات هذا الشوط، وأيضا تتميز بالانطلاقة المميزة مع افتتاحية مجريات الكيلومتر الأخير. أبناء عجايب يتابعون هذه الانطلاقة العجيبة من قبل الجازي ومن قبل الانطلاقة المميزة. المركز الثاني اتحذر يا البطيل، وصلت الأسماء، الله أول الواصلات وصلت وهاجة، صالح بالشيب، صالح المزروعي على المركز الثاني. المركز الثالث وضوح، وهذا الشعار الواضح مع انطلاقة وضوح سجل مع نقطة في هذه الفترة المسائية، يبحث عن النقطة الثانية بهذه اللحظات مع جابر بن حمد بن علي العذبي على المركز الثالث. المركز الرابع المنصوري، راشد بن محمد بن مهير المنصوري مع انطلاقة أبعاد. المركز الخامس وصل بضعيف مع السمير لراشد بضعيف بن حمد بن غدير. الاكتبي وعود مع الجازي، أعود مع الجازي مع انطلاقة الجازي ومع اندفاعتها مع الصدارة. السيارة ما زالت محتارة مع أيضا انتقالة الجازي مع الصدارة ومع تقدم الأسماء قادمة، ولكن الجازي صامدة والأسماء قادمة. يا سلام السميل على المركز الثاني، الجازي على الصدارة، الجازي والسميل، السميل والجازي، ثنائية جميلة ما بين السميل وما بين الجازي السيارة. ولكن سلام وتحية واحترام إلى أبناء عجايب مع أيضا انطلاقة الجازي وحصوله على سيارة شوط ختام. نهني ونبارك سالم بن عبد الله بن علي الفهيد المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل السميل، على المركز الثاني لراشد بضعيب بن حمد بن غدير لكتب المركز الثالث، كان الوصول من قبل ثالث المراكز وهاجر صالح بالشيب، صالح المزروع المركز الرابع. كان التواجد من سحب لسهيل بن صويح بن سالم بن علوب العامري المركز الخامس، كان الوصول من قبل العنود سليمان بن سلامه لسليمان الجني. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نذهب بحضراتكم الى توقيت الجازي والحصول على خط النهايه 6 دقائق 19 ثانيه 57 جزء من الثانيه. الثاني تبريكات لسالم بن عبد الله بن علي الفهيد المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت سميه 6 دقائق 19 ثانيه 71 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات نزفها لراشد بن ضعيف بن حمد بن غدير على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من قبل ثالث المراكز في هذه اللحظات. توقيت 6 دقائق 20 ثانيه 25 جزء من الثانيه. الثاني تبريكات لمالك وهاجر صالح بن الشيبه بن صالح المزروعي على هذا الفوز المستحق وعلى حصول وهاجر على المركز الثالث في هذه الانطلاقه الجميله والمميزه. شاهدنا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء المنافسه الشيقه التي دارت على